الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا موعدكم مع حلقة جديدة من برنامج مطارحات في العقيدة، عنوان حلقة الليلة موقف ابن تيمية من قول رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، القسم الرابع. بعد الفاصل سنكون معكم مشاهدينا الكرام ومحاور حلقة الليلة، تابعونا بعد الفاصل. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، كما أرحب باسمكم بضيفنا الكريم سماحة آية الله السيد كمال الحيدر. مرحبا بكم سماحة السيد. أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله سماحة السيد. في البدء لا بأس أن تقدم خلاصة لما تقدم حتى يتواصل معنا الإخوة الكرام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. في الواقع في هذا التمهيد أريد أن أذكر المشاهد الكريم بالمنهج الذي يتبعه الشيخ ابن تيمية عندما تصل النوبة إلى فضائل ومناقب علي وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. نجد أنه يتبع الخطوات الثلاث التالية. بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إلى هذه الخطوات ونحن سنطبقها في موارد متعددة. الخطوة الأولى التي يتبعها الشيخ ابن تيمية عندما يأتي حديث أو نص يتعلق بفضائل ومناقب علي عليه أفضل الصلاة والسلام، أنه يحاول أن يكذب ذلك الحديث. نعم. أن يقول أنه كذب، أنه موضوع، أنه مشكوك، أنه إلى غير ذلك. وهذا ما وجدناه واضحا عندما وصلنا إلى حديث لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، وجدنا أنه حاول أن يشكك في سند هذا الحديث. نعم. وعندما وصلت النوبة إلى حديث إلى من أحب عليا فقد أحبني ومن أبغض عليا فقد أبغضني، فقد كذبه بشكل واضح وصريح. وعندما وصل إلى قوله ما كنا نعرف، يعني ما ذكر عن بعض الصحابة، ما كنا نعرف المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله إلا ببغض علي، أيضا كذب هذا الحديث. وهذا ما يستعمله لا فقط في هذا الحديث، إن شاء الله تعالى في أحاديث لاحقة أيضا سيتضح. يعني من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، أيضا نجد أنه حاول أن يشكك في سند الحديث. ثم الخطوات اللاحقة. إذا الخطوة الأولى التي يحاول فيها ابن تيمية أن يتعامل مع فضائل علي هو أنه يحاول أن يشكك في السند وأن يسقط السند إن أمكنه بأن يقول أنه موضوع أو كذب. الخطوة اللاحقة، المرحلة الثانية التي يستعمله إن لم يمكنه أن يشكك في السند أو أن يقول أن السند موضوع والخبر موضوع، نجده أنه يحاول أن يفسر ذلك النص بتفسير يفرغه عن محتواه. يعني لا يبقى هناك منقبة وفضيلة يعني لعلي عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول لا دلالة فيه على ذلك مثلا أبدا. وهذا سيأتي إن شاء الله في نفس هذا الحديث الذي أشرنا إليه، وهو أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. بعد ذلك هو وجملة من أتباع النهج الأموي
سوف يفسرون هذا الحديث تفسيرا ليعطوه بعد دنيوي لا بعد مرتبط بالإيمان والنفاق. هذه المرحلة الثانية. طبعا كما قلت لا فقط في هذا الحديث، بل بكل الأحاديث التي فيها فضائل علي وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. المرحلة الثالثة، إن لم يمكنه أن يضعف سند الحديث ولم يمكنه أن يفرغ مضمون الحديث من محتواه الدال على فضيلة لعلي، يقول أن هذه الفضيلة لو تمت فليست هي مختصة بعلي، وإنما يشاركه فيها سائر الصحابة، جملة من الصحابة، رسول الله في فلان قال كذا وفي فلان قال كذا وفي فلان قال كذا. وهذا ما سيأتي بعد ذلك، أنه علامة الإيمان حب علي وعلامة النفاق حب بغض علي. يقول هذا ليس فقط مختص بعلي وإنما للأنصار أيضا، ورد كذلك روايات وردت أن حب الأنصار إيمان وبغض الأنصار ماذا؟ نفاق، ونحو ذلك من هذه الأحاد. ولذا نحن في هذه المرحلة الأولى انتهينا بحمد الله تعالى في البحث السابق، اتضح بأن جملة مما شكك به أو ادعى أنه موضوع اتضح أنه صحيح. نعم. على مباني القوم وعلى مباني الجرح والتعديل. نعم. تبقى عندنا نقطة واحدة أنا بودي أن أشير إليها، وهي أنه يتذكر المشاهد الكريم في الحلقة السابقة أنه جملة من أعلام النهج الأموي ومنهم الذهبي والعسقلاني وغيرهم، خصوصا الذهبي، قال بأن ابن تيمية رد الأحاديث الجياد الواردة في علي عليه أفضل الصلاة والسلام، وأدى به في جملة من الأحيان أن ينتقص من علي عليه أفضل الصلاة والسلام. صحيح هو بصدد مناقشة العلام الحلي، ولكنه في مناقشته للعلامة ينتقص من؟ ينتقص الإمام علي الذي لا أقل هو الخليفة الرابع بحسب اعتقاد مدرسة الصحابة. وشواهد كثيرة المشاهد الكريم لابد أن يعلم، هناك شواهد كثيرة في كلمات الشيخ ابن تيمية، واقعا لا يصرح بها بالتنقيص، ولكنه تلميحا يريد أن يبين أن علي لم يكن بهذه المنزلة التي يقال هو فيها. وقرأنا عبارة، وكثير من الإخوة طلبوا من عندنا أنه في هذه الليلة أيضا نعيد هذه العبارة التي قرأناها في الحلقة السابقة، وهو ما ورد في منهاج السنة المجلد الرابع. منهاج السنة بودي أنه يخرج عند المشاهد الكريم، منهاج السنة هي الطبعة الحديثة التي أشرنا إليها، وهي مؤسسة الريان اللي هي 4 مجلدات، المجلد الرابع صفحة 155. هناك يشير إلى مجموعة من الأمور يرسلها إرسال المسلمات من غير أن يقيم أي دليل على ذلك، فعلم أنه لا يلزم من بغض الشخص من علامات النفاق أن يكون أفضل من غيره. التفتوا، يعني يريد أن يفرغ الحديث ماذا؟ من محتواه، وهذا إن شاء الله ما سنقف عليه في الحلقة القادمة بإذن الله. ولكن العبارة التي قرأناها في الحلقة السابقة، قال ولهذا كان الذي قتل عمر يعني الخليفة الثاني كافرا يبغض دين الإسلام. إذن هو ماذا؟ إذن كافر ومنافق باعتبار المبغض، فمنافق يكون، ويبغض الرسول وأمته فقتله، يعني فقتل عمر، فقتله بغضا للرسول ودينه وأمته. إذن قاتل الخليفة الثاني يعد كافرا في نظر من؟ في نظر ابن تيمية. أما عندما تصل النوبة إلى قاتل علي وهو الخليفة الرابع من خلفاء المسلمين، وهو واحد من 10 المبشرة بالجنة، وهو أيضا من أهل البيت الذين طهرهم الله تطهيرا، وهو الذي ثبت فيه بطريق صحيح من أبغضه فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض الله، ومن آذاه فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ونحو ذلك من النصوص الصحيحة، والتي لم ترد في أي صحابي آخر،
سواء كان الخليفة الأول أو الثاني أو الثالث أو غيره هؤلاء. هذه النصوص الصحيحة المتفق عليها بين علماء المسلمين بمختلف اتجاهاتهم مختصة بمن؟ بمختصة بعلي عليه أفضل الصلاة والسلام. انظروا كيف يتعامل مع قاتل من؟ مع قاتل علي عليه السلام. يقول: والذي قتل عليا كان يصلي ويصوم ويقرأ ماذا؟ القرآن. ويقرأ القرآن. وبعبارة أخرى كان إنسانا ماذا؟ كان إنسانا مؤمناً. إنسانا مسلما مؤمنا مطيعا لله سبحانه وتعالى. بل أكثر من ذلك، يقول: وقتله معتقدا أن الله ورسوله يحب ماذا؟ قتل يحب علي. قتل علي. أنا لا أعلم بأنه من أين علم الشيخ ابن تيمية أن قاتل علي كان بهذا الاعتقاد، يعني كان قتله على لأجل أن يتقرب ماذا؟ إلى الله. بعبارة أخرى أن الشيخ ابن تيمية بصدد توجيه عمل ماذا؟ توجيه عمل هذا الخارجي من ملجم الذي قتل الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام، ولعله نحن لا نجد ذلك حتى في توجيه الخوارج. يعني نحن عندما نرجع إلى كلمات الخوارج هذا المعنى لا نجدهم أنهم يوجهون لمن؟ يوجهون لقاتل علي. ولكن ابن تيمية نجده أنه يحاول بما أوتي من قوة أن يدافع عن من؟ يدافع عن قاتل علي. ولا أعلم الفرق بين قاتل عمر وقاتل ماذا؟ وقاتل علي. إذا كان قتل الخليفة يؤدي إلى أن يكون القاتل كافرا، يعني بعبارة أخرى حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. لا يمكن أن نفرق بين قاتل علي وقاتل عمر. لعله سمح سيد يسوغ للأمويين قتلهم أهل البيت بهذا. لعله هسه أنا واقعا الآن أنا أتكلم على مستوى هذه العبارة. يقول: وقتله معتقدا أن الله ورسوله يحب قتل علي. هاي العبارة التفتوا إليها، اللي يريد يكتب العبارة، لأن الأخوة كثير يطلبون منا أنه نقرأها بشكل هادئ حتى أنه يكتبونها. وقتله، يعني قتل قاتل علي بن ملجم، قتل عليا معتقدا أن الله ورسوله يحب قتل علي، وفعل ذلك محبة لله ورسوله. وأنا لا أعلم من أين جاءت رواية حتى نقول لا أقل اشتبه قاتل علي أن يفعل هذا الفعل. وفعل ذلك محبة لله ورسوله في زعمه، نعم، وإن كان في ذلك ضالا مبتدعا. وأنتم تعلمون إذا أثبت له الضلالة يعني كان مشتبه، يعني اجتهد ماذا؟ اجتهد فأخطأ. هذه هي نظرية ابن تيمية فيما يتعلق بفضائل علي بن أبي طالب. كما قلنا المنهج الذي أشرنا إليه، وهذا هو التنقيص الذي أشار إليه الذهبي فيما يتقدم في تهذيب التهذيب، قلنا أنه في بعض الأحيان ماذا؟ يؤدي رده للروايات إلى تنقيص الإمام علي. هذه خلاصة مما تقدم في الحلقة السابقة. أحسنتم. طيب، إذن سمح سيدي، يعني بالنسبة لثبوت وصحة قول رسول الله صلى الله عليه وآله علي عليه السلام: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، هذا ثبت. ولكن السؤال: ما هي أهم النتائج المترتبة على أن حب علي عليه السلام إيمان وبغضه نفاق؟ أحسنت. هذه القضية إخواني الأعزاء والمشاهد الكريم بودي أن يقف عندها، وإن كنا في هذه الليلة لعله سنخرج قليلا عن إطار البحث الذي رسمناه لأنفسنا. نحن إلى هنا اتضح لنا بأن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله جعل حب علي وبغض علي هو ميزان الإيمان والنفاق. يعني إذا أردنا أن نتعرف على ميزان، على معيار، على فاروق يفرق بين الإيمان والنفاق، هذا الميزان ما هو؟ هو حب علي وبغض علي. هذا هو نص الحديث الوارد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، خصوصا إذا ضممنا إلى ذلك هذا الأمر، وهو أن الصحابة كأبي سعيد الخدري وغير ذلك كانوا يقولون: كنا نعرف المنافقين على عهد رسول الله
صلى الله عليه وآله إلا ببغض من؟ إلا ببغض علي. يعني كان هو الميزان الذي يميز الصحابة من هم على إيمان ومن هم على نفاق. إذن من هنا نصل إلى قاعدة أساسية في تقييم الصحابة. التفتوا جيدا إلى هذه القاعدة. نحن نعلم بأن واحدا من أهم الموارد التي وقع فيها الخلاف بين مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وبين الاتجاهات الأخرى في الصحابة هو أنه على أي ميزان نقيم ماذا؟ الصحابة. هل أن الصحابة جميعا رضوان الله تعالى عليهم صلوات الله تعالى عليهم مطلقة، أو أنه لا بد أن نميز بين بعض الصحابة وبعض؟ كتبت هناك كتب متعددة ميزت بين الصحابة، قالت أن بعض الصحابة عدول وبعضهم غير عدول، وذهب اتجاه آخر يعتقد أن جميع الصحابة ماذا؟ عدول. وأنا أعتقد من الناحية المنهجية أنه يوجد هناك بحث آخر لم يعرض له جملة من الأعلام الذين كتبوا في هذا المجال وتحدثوا، هو أنه قبل أن نصل إلى معرفة أن هذا الصحابي هل هو عادل أو هو ماذا؟ فاسق، لابد أن نتعرف عليه أنه مؤمن أو منافق قبل الوصول إلى معرفة عدالته وفسقه، لأن العدالة والفسق فرع الإيمان. يعني المؤمن قد يكون عادلا إذا التزم، وقد يكون فاسقا إذا عصى. إذن العدالة والفسق إن صح التعبير مقسمهما إيمان الصحابي. إذا ثبت أن الصحابي مؤمن نسأل هل أنه مؤمن عادل أو مؤمن ماذا؟ أو مؤمن غير عادل، يعني فاسق، يعني عند معاصي يشرب الخمر مثلا ونحو ذلك. ولكن قبل أن يثبت إيمان الشخص لا معنى لأن نسأل عن عدالته وعن ماذا؟ وعن فسقه. وهو كذلك، يعني أنت لا تسأل عن الإنسان غير المؤمن بالإسلام وغير المسلم، لا تسأل أنه عادل أو فاسق، لا معنى له. لماذا؟ لأنه لابد أن يثبت أنه مسلم مؤمن، دخل الإيمان في قلبه، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، إذا دخل الإيمان في القلب عند ذلك نسأل أنه هذا ملتزم بالضوابط الشرعية فيكون ماذا؟ عادلا. إن لم يكن ملتزما بالضوابط الشرعية يكون فاسقا. إذن نحن نعتقد وأنا أعتقد بأن المسألة الأولى، الضابط الأولى، القاعدة الأولى لتمييز الصحابة نستطيع أن نستفيده من هذا الحديث، وهو أننا أولا لابد أن نعرض الصحابة جميعا، نعرضهم على ماذا؟ على الميزان الذي قاله رسول الله لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. فإن كان محبا لعلي، والحب ليست قضية قلبية، بعد ذلك سيتضح الحب ليست قضية قلبية، نعم هو في القلب ولكن له آثار عملية وسلوكية في الخارج. إذن فإذا كان مؤمنا عند ذلك نبحث عن عدالته وفسقه، أما إذا كان منافقا عند ذلك لا معنى للسؤال عن عدالته وفسقه. ومن هنا القاعدة الأولى هو أن نتعرف على الصحابة ونميز الصحابي المؤمن عن الصحابي ماذا؟ المنافق. ببركة ماذا؟ ببركة هذه القاعدة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. هسه هنا يأتي هذا السؤال دكتور، وهو أنه إذن أنتم ماذا تفعلون في الآيات التي تكلمت عن المهاجرين والأنصار أو تكلمت والذين معه، يعني كل من كان مع رسول الله، ولم تميز بين مؤمن ومنافق؟ هذا البيان الذي تشيرون إليه أو هاي القاعدة التي تشيرون إليها هذا مخالف لنص القرآن الكريم. في الواقع في هذه الليلة أنا أريد أن أقف ولو لدقائق، بودي أن المشاهد، لأنه كثرت الأسئلة إخواني الأعزاء
في المواقع وفي الاتصالات المباشرة أنه سيدنا لماذا لا تتكلمون عن مسألة الصحابة وعن عدالة الصحابة؟ إخواني الأعزاء، قبل البحث في عدالة الصحابة لابد أن نبحث عن إيمان الصحابة ونفاقهم. ما هو ضابط الإيمان والنفاق؟ اتضح السؤال المطروح هنا، وهو أن الآيات القرآنية التي تكلمت عن المهاجرين والأنصار وتكلمت عن الذين الله تاب عليهم رضي الله عنهم وتكلم عن أولئك الذين بايعوه تحت الشجرة وغير ذلك، هل ينطبق عليها هذا الضابط الذي أشرنا إليه أو لا ينطبق عليها هذا الضابط؟ طيب. هنا أنا أحاول أن أعرض لمجموعة من الآيات في هذا المجال. تفضل. الآية الأولى ما وردت في سورة الفتح الآية 18. طبعا المشاهد الكريم لم لابد أن يلتفت أنه مجموعة من الفضائيات عادة يقرؤون هذه الآيات ويضعونها على الشاشة ويحاولون واقعا أن يوهموا المشاهد الكريم أن الصحابة جميعا تنطبق عليهم ماذا؟ هذه الآيات المباركة. من هذه الآيات وهي الآية 18 من سورة الفتح، قال تعالى، وبودي أن المشاهد الكريم أيضا يقرأ الآيات معي، قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. إذن الآية المباركة لم تقل لقد رضيت عن الصحابة عن المهاجرين والأنصار مطلقا، رضيت عن من؟ المؤمنين. عن المؤمنين بالميزان المذكور. إذن لابد أن نعرف إيمان هذا الشخص أولا حتى تنفعه البيعة ماذا؟ تحت الشجرة. أما إذا كان منافقا وبايع تحت الشجرة خارج هذا له خارج داخل في الآية المباركة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، الجواب كلا، لأن هذه الآية رضا الله عن المؤمنين لا رضا الله عن كل الصحابة مؤمنا كان أو ماذا؟ منافقا. طيب. عادلا كان أو فاسقا، لا ليس الأمر كذلك. إذن هذه الآية المباركة إخواني الأعزاء تقول لنا أن الصحابي المؤمن إذا بايع رسول الله تحت الشجرة فله، أما فلان الذي بايع تحت الشجرة هل هو مؤمن أو لا؟ بعد لا يمكن أن نستفيده من الآية المباركة. نعم. لابد أن نعرضه على أي ميزان؟ على الميزان الذي وضعه رسول الله، قال: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. هذه هي الآية الأولى. الآية الثانية أيضا في سورة الفتح، وهي الآية 29 من سورة الفتح. هذه الآية أيضا من الآيات التي كثيرا ما يناورون عليها في الفضائيات، وهي قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. يقولون والذين معه مطلقة. وهذه مطلقة. نعم. أعم من أن يكون منافقا غير منافق وغير ذلك. أشداء رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. التفتوا جيدا، هاي كل هذني والذين معه أشداء على الكفار، التفتوا إلى ذيل الآية المباركة: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. نعم. وهذه من تفيد التبعيض. نعم. وليست للبيان، ووصفهم يعني بالإيمان والعمل الصالح. جزاكم الله خيرا. إذن من كان من الذين معه كانوا من المؤمنين ولهم أعمال صالحة، عند ذلك الله سبحانه وتعالى ماذا؟ مغفرة وأجرا، وعدهم مغفرة وأجرا عظيمة. إذن هذه الآية لا يقول لنا أنها تقول كل صحابة رسول الله، لا أبدا، هذه الآية مختصة بالمؤمنين حقا، بصحابة المؤمنين حقا. فستقول لي فلان صحابي أو ليس بصحابي، معاوية صحابي أو ليس بصحابي، نعم صحابي ماذا؟
صحابي منافق بالميزان المذكور. بالميزان المذكور، لأنه من يسن سب علي على المنابر هذا محب لعلي ومبغض لعلي. وأنا لا أتصور نعم. وأنا لا أتصور الآن، أنتم انظروا إلى فضائياتهم، يقولون أن الروافض خرجوا من الدين. لماذا خرجوا من الدين؟ لأنهم يسبون الخليفة الأول والخليفة الثاني. خب أنا إذا كان الأمر كذلك، أبو معاوية أيضا كان يسب ماذا؟ نعم. يسب عليا، لماذا لا يخرج من وعلنا؟ هؤلاء ربما يسبون ليس بعلن والله معاوية. والله شيء غريب. نعم. يعني أنا رأيت أحد من هؤلاء على الفضائيات يقول إنما سمي الشيعة روافض لأنهم رفضوا الدين. نعم. رفضوا الدين، مو رفضوا خلافة أبي بكر وعمر، كل الدين. رفضوا الدين. إذن إذا كان سب أحد يؤدي إلى خروجه من الدين، فأول مصداق لذلك هو من؟ نعم. هو من؟ وذاك هو معاوية. أكثر لأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن على هذا الأساس بودي أن المشاهد الكريم يلتفت أن الآية المباركة تقول وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم. طبعا أنا أعتذر للدكتور لأنه أريد أكمل الحديث أخي، وإلا أنا أدري ماذا يريد أن يقول. يريد أن يقول أنه في علي ورد وفي أولئك ماذا لا يرد، أليس كذلك؟ نعم. نعم. يقين عندي بأن الدكتور يضيف نكتة إلى هذه وجزاه الله خير، وهي أنه يريد أن يقول أنه لم يرد في الخليفة الأول والثاني من سب عليا فقد سبني، ومن آذى عفوا من سب أبا بكر فقد سبني، ومن سب عمر فقد سبني، ولكن ورد في علي ماذا؟ بنص صريح وورد في علي بنص صريح لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. إذن هذه الآية الثانية التي يناورون عليها أيضا إنما هي مختصة بالمؤمنين حق وليست شاملة لكل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآية الثالثة التي وردت في هذا المقام، وهي من الآيات التي هي كثيرة الدوران أيضا على ألسنة القوم وتوضع في الفضائيات، وهي الآية 100 من سورة التوبة. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. نعم. قد يقول قائل سيدنا بعد هذه الآية والله. قالت من المهاجرين والأنصار، هسه هذه الآية أولا فيها بحثين أنا بنحو الإجمال أشير إليها، وإلا إن شاء الله تعالى سأقف في يوم مفصل على هذه الآيات. هذه من في الآية المباركة وقع الكلام بين المفسرين، هل هي من بيانية أو من ماذا؟ تبعيضية. من تبعيضية. هسه نفترض أنها من ماذا؟ بيانية. من بيانية وليست تبعيضية. نعم. يعني كل المهاجرين والأنصار. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ولكن الآية الثانية هؤلاء كأنهم نسوا الآية اللاحقة، قالت وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. وهم سابقون وأولون أيضا. شيء غريب. إذن الآية اللاحقة تميز. نعم. تقول هذه الأحكام اللي الله رضي الله عنهم تشمل المنافقين أو لا تشمل، لأن الآية مردوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم وسنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. نعم. أيعقل أن يكون منافقا والله يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار؟ هذا معناه أن الإيمان شرط في الدخول إلى الجنة أو ليس شرطا في الدخول؟ ليس شرطا في الدخول. نعم. إذا قلنا أن الإيمان ليس شرط، ولذا نحن بقرينة هذه الآية الثانية نقول أن من ليست بيانية وإنما هي تبعيضية. يعني عندما يقول علماء مدرسة أهل البيت أن من في الآية ليست للبيان وإنما للتبعيض، بقرينة ماذا؟ بقرينة الآية اللاحقة التي أعطت للذين رضي الله عنهم يرضى لكم الإيمان ويكره لكم الكفر والفسوق كما في مضمون بعض الآيات الأخرى. حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فكيف يمكن أن الله سبحانه وتعالى من هو منافق
يدخله ماذا؟ يرضى عنه. إذا كان الكفر والفسوق ما هو؟ نعم، مكروه عند الله سبحانه وتعالى. وهم في الدرك الأسفل، والمنافق وهم في الدرك الأسفل من النار. أحسنتم. نعم. كيف يمكن أن نقول رضي الله عنهم ورضوا عنه تكون شاملة ماذا؟ للمنافقين من المهاجرين والأنصار. أحسنتم كثير. نقف عند فاصل سماحة السيد ثم نعود. إذن مشاهدينا الكرام فاصل ونعود إليكم، انتظرونا بعد الفاصل. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، كما نحيي سماحة السيد. مرحبا بكم سماحة السيد، حياكم الله. وإذا تسمح لي دكتور أتمم هذه الآية التي قرأناها من سورة التوبة. والمناسب بودي بأنه هاي القاعدة أنا أشرت إليها فيما سبق، قلت إخواني الأعزاء القرآن لا يمكن أن نأخذ آية منه ونترك الآيات الأخرى، وإلا جعلوا القرآن عضين، هذا معناه تبعيض، يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. القرآن لكي نفهم القرآن، القرآن يفسر بعضه بعضا. إذن الآية عندما قالت والسابقون الأولون من المهاجرين، نحن نجد أنه في الآية 195 من سورة آل عمران نجد أنه بينت شرائط المهاجرين الذين يستحقون هذا الوصف. انظروا إلى هذه الآية، قالت فالذين هاجروا. إذن ليس كل من خرج من مكة وجاء إلى المدينة القرآن يقبله أنه ماذا؟ مهاجر. انظروا إلى شروط الهجرة حتى ينطبق عليهم ماذا رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالذين هاجروا، الآية 195 من سورة آل عمران، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله. أحسن. هذه هي قيود الهجرة. نعم. ليس مطلق من يترك مكان إلى مكان آخر. أحسن. ولو كان لدنيا يصيبها ينطبق عليه قانون ماذا؟ المهاجرين. أحسنتم. وهذا هو الذي يجعلنا أن نقول أن ميم للتبعيض وليست ماذا؟ للبيان. نعم. أخرجوا من ديارهم أوذوا في سبيل، ونحن نعلم أن جملة من هؤلاء الذين يعبرون عنهم أنهم كبار الصحابة، هؤلاء لم يعرف أنهم قاتلوا في قتال واحد. أحسنتم. بل هؤلاء كانوا يثبطون الناس ماذا؟ نعم. عن الجهاد والقتال. كبرياء قريش وخيلاؤها، كانت هذه عباراتهم معروفة. وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. إذن هؤلاء بهذه الشرائط. من الآيات الأخرى التي يحاولون أن يقفوا عندها كثيرا ما ورد في سورة التوبة الآية 117. الآية في سورة التوبة 117 هذه، قال تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. إنه بهم رؤوف رحيم. هذه الآية هم يقولون أن الآية المباركة قالت لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. إذن هذه مطلقة بعد، لا يوجد فيها أي على النبي. أحسنتم. الجواب أنا بودي أن المشاهد الكريم يرجع إلى نفس السورة المباركة وهي سورة التوبة الآية 25 و26 ليرى بأن الله سبحانه وتعالى أولئك الذين وعدهم من المهاجرين وعدهم من المهاجرين والأنصار وعدهم التوبة وتاب عليهم، ما هي شرائطهم؟ الآية 25 و26 من نفس السورة المباركة وهي سورة التوبة،
قال لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين، يعني ساعة العسرة وهي غزوة تبوك، إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليهم الأرض بما رحبت. ضاقت عليكم الأرض، عفوا، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. التفتوا إلى الآية 26، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. منكم، من هذا الجمع، من المهاجرين والأنصار، على من؟ فقط المؤمنين. على المؤمنين أنزل سكينته وتاب عليهم، لا مطلق من شاركوا. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. إذن الآية واضحة هنا. حتى الآية التي بعدها قال ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. يعني هنا أيضا حتى أيضا قيد. أحسنتم. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إلى آخره. إذن الآية صريحة. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. إذن أولا لابد أن نعرض هؤلاء المهاجرين والأنصار كما قال الحديث، كما ورد النص والأثر، أنه ما كنا نعرف المنافقين إلا ببغض علي. فإذا ثبت أنه من المؤمنين عند ذلك يكون ماذا؟ مشمولا للتوبة والإنزال السكينة والرضا عنه إلى غير ذلك. ومن الآيات الأخرى، طبعا هذه مجمل الآيات التي يستدلون بها وأنا أمر عليها مرورا سريعا وإن شاء الله تفصيله إلى حلقة أخرى. من الآيات التي يستدلون بها هذه الآية 72 من سورة الأنفال. الآية 72 من سورة الأنفال، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا. إذن هاجروا بقيد ماذا؟ الإيمان. بقيد الإيمان، لا مطلق ماذا؟ الهجرة. مطلق الهجرة. ولذا قالت إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا، إشارة إلى الأنصار، أولئك بعضهم أولياء بعض. أما والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم إلى آخره. إذن انظروا المقسم ما هو، الذين آمنوا هاجروا والذين آمنوا ماذا؟ لم يهاجروا. إذن لابد أن يثبت للمهاجر أولا ماذا؟ الإيمان. الإيمان، عند ذلك تترتب هذه الأحكام. وإلا ما لم يثبت الإيمان لا قيمة لا للهجرة ولا للنصرة ولا للعمل. كما هذه قاعدة متفق عليها بين جميع المسلمين، أنه إذا لم يكن هناك إيمان إنما يتقبل الله ممن؟ من المتقين. من المتقين. أحسن. يقينا أن التقوى لا تتحقق أحسن. إلا بالإيمان والعمل. لا قالوا لا ينفع أبا طالب دفاع الرسول الله لأنه بزعمهم ليس مؤمنا. أحسنتم جزاكم الله خير. قالوا في جهنم. لماذا؟ قالوا لأنه لم يكن مؤمنا. إذن الميزان في قبول الأعمال هو ماذا؟ الإيمان. هو الإيمان. يطبقونه على أبي طالب. ولكنه عندما تصل إلى من يريدون من المنافقين كأمثال معاوية وأمثاله نجد أنهم ماذا؟ ينسون هذه القاعدة. يستثنون، يقولون لا اجتهد ماذا؟ فأخطأ. اجتهد فأخطأ. قتل عليا اجتهد ماذا؟ فأخطأ. كان مؤمنا وكان يعتقد أن الله ورسوله يحب قتل علي. نعم. ومن الآيات الأخرى التي وردت في هذا المقام ويستدلون بها كثيرا ما ورد في سورة الحشر. في سورة الحشر الآيات 8 إلى الآية 10، التفتوا جيدا. قال للفقراء، الآية 8 إلى الآية 10، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. نعم. وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون
والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. إذن الأنصار لكي له قيمة ماذا لابد أن يكون؟ تبوأ الدار والإيمان. إيمان. الإيمان. الإيمان في النصرة وفي الهجرة. في الهجرة اتضح الآن ماذا؟ في النصرة. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا إلى آخره. قالت ويؤثرون على أنفسهم. المهم أنا عندي الآية المباركة أولا والدار والإيمان أولئك هم الصادقون. الله يعرف هؤلاء المهاجرين ماذا؟ الصادقون. وإذا أردنا أن نعرف من هم الصادقون في القرآن الكريم، كما قلت القرآن يفسر بعضه بعضا. انظروا إلى هذه الآية المباركة من سورة الحجرات. قالت إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إذن أولا لابد أنه ماذا؟ الذين آمنوا بالله ورسوله. ثانيا الذين ماذا؟ لم يرتابوا ولم يشكوا ولم ينكثوا ولم ينقلبوا بعد رسول الله. وثالثا جاهدوا بأموالهم أولئك هم الصادقون. إذن هذه هي المواصفات المطلوبة. وعلى هذا الأساس أنا أعتقد أن القرآن الكريم بشكل واضح وصريح أشار إلى هذه القضية، وهو أنه أساسا نحن عندما نأتي إلى صحابة رسول الله في المقدمة القاعدة الأولى لابد أن نميز بين المؤمنين وبين ماذا؟ المنافقين. وبين المنافقين. فإذا ثبت إيمان الصحابي ننتقل إلى المراحل اللاحقة. ولعل من أوضح الآيات التي تكلمت عن هذه الحقيقة وقسمت الصحابة عموما إلى هذا التقسيم هي الآية 14 من سورة الحجرات. قال قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن على هذا الأساس نحن نميز الصحابة إلى قسمين أساسيين. القسم الأول مسلم ولكن لما يدخل الإيمان في قلبه يعني المنافق. القسم الثاني المسلم الذي دخل الإيمان في قلبه وهو ماذا؟ وهو المؤمن. كيف نميز هؤلاء على عهد رسول الله وبعد رسول الله؟ رسول الله صلى الله عليه وآله أعطانا الميزان، أعطانا المعيار. قال لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. أحسنتم. يعني ولم يرد في أحد كنا نعرف المنافقين ببغضه مثلا لفلان إلا في علي مما يدل على أنها خاصة به دون غيره. أحسنتم. يعني هو الميزان هو الميزان بين الإيمان والنفاق في صحابة رسول الله، بل بعد ذلك أيضا. أحسنتم. لأنه بعد ذلك لا يفرق حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. يعني بعد رحلة رسول الله أيضا صلى الله عليه وآله نستطيع أن نميز أصحابه من بقي على الإيمان ومن انتقل من الإيمان إلى ماذا؟ إلى النفاق. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. وهذا سيأتي إن شاء الله. نعم. طيب هل هناك قاعدة أخرى أو قواعد أخرى سماحة السيد يعني يمكن يعني لتمييز الصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله غير القاعدة التي أشرتم إليها؟ أحسنتم. في الواقع بأنه عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم أشار إلى هذه الحقيقة ببيان آخر. يعني بعد أن ثبت أن الصحابي مؤمن ثبت لنا إيمانه بطريق من الطرق أنه لا أقل من أوضح مصاديق ذلك أنه يحب ماذا؟ عليا. يحب عليا. وقرأنا في الحلقة السابقة أن كبار الصحابة كانوا يحبون عليا أكثر مما يحبون غيره من الصحابة. نعم. وهذا قرأناه فيما سبق. القرآن الكريم يعطي لنا قاعدة أخرى يقول لا يكفي أنهم هؤلاء بايعوا كانوا مؤمنين وبايعوا تحت الشجرة.
لأن هؤلاء الإخوة مع الأسف الشديد أنا أجد على بعض الفضائيات وأحملهم على الجهل، واقعا هم أهل، ليسوا أهل العلم، وإلا لو كانوا من أهل العلم لما صدرت مثل هذه الكلمات التي لا تنم على العلم منهم. نجد أنهم يقول هذا ممن بايع تحت الشجرة. وإذا بايع تحت الشجرة ماذا هو الحكم؟ نجد بأنه في سورة الفتح هذا المعنى بشكل واضح وصريح. بل في سورة الفتح الآية 18 قالت لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قالوا إذا رضي عنهم إذن هم من أهل ماذا؟ نعم، من أهل الجنة. خلاص بعد. نعم. خلاص. يعني بعبارة أخرى البيعة عن إيمان تحت الشجرة حدوثا كاف لأن يدخلهم إلى ماذا؟ الجنة. إلى الجنة. ولكن كأنهم نسوا الآية 10 من سورة الفتح. نعم. قال تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعونك أين؟ تحت الشجرة. نعم. وغير تحت الشجرة. نعم مطلقا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم أما فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. إذن هم على قسمين. إذن على قسمين، ليس كل من بايع تحت الشجرة فالله سبحانه وتعالى رضي عنه وأعطاه ماذا؟ قال بأنه أعطاه وأثابهم فتحا. قال ليس الأمر كذلك. الذين بايعوا رسول الله على ماذا؟ على قسمين، على نحوين. إذا جاءك المنافقون قالوا إنك رسول الله. هذيك في القاعدة الأولى دكتور. في القاعدة الأولى هذيك نحن نميز ماذا بين الإيمان وبين النفاق. الآن في القاعدة الثانية ثبت الإيمان. يعني مؤمن بايع رسول الله يكفي أو لا بد أن يستمر على البيعة ولا ينقص البيعة. الجواب القرآن الكريم صريح يقول بأنه انقسموا إلى ماذا؟ قسمين. بعضهم بقي وبعضهم ماذا؟ ينكث. نكث. نعم. ونحن إنما نعطي الأجر لمن؟ ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. لا مطلقا. الذي يوفي. نعم. الذي بقي على الوفاء بالبيعة الله سبحانه وتعالى يؤتيه أجرا عظيما. لا مطلقا. هذه الآية الأولى. الآية الثانية ما وردت في سورة آل عمران وهي الآية 144 من سورة آل عمران. انظروا إلى هذه الآية المباركة. قال تعالى الآية 144 من سورة آل عمران قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. إذن الآية المباركة تقول أنه إنما لكم القيمة إذا لم تنقلبوا. أحسنتم. أما إذا انقلبتم أيضا الله يعطي أو لا يعطي. يعطي للشاكرين إذا لم ينقلبوا. أحسنتم. الآن لا أريد أن أقول أن الآية قالت يوجد من انقلبوا. لا 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 أبدا. الآية الأولى من سورة الفتح قالت بأنها البيعة إنما تعطي ثمارها لمن وفى بالبيعة إلى الآخر. وهنا أيضا إذا انقلب الصحابي المؤمن إذا انقلب أيضا يكون مشمولا لهذه الآيات أو لا يكون مشمولا؟ لا يكون. الآن يأتي هذا السؤال الأساسي وهو أنه هل يوجد بعد رسول الله من انقلب أو لا يوجد بعد رسول الله من انقلب؟ واقعا الآن لا أريد أن أطيل الكلام كثيرا في هذه الحقيقة. نعم. ولكنه أشير إلى بعض الروايات الواردة في هذا المجال. الرواية الأولى ما وردت في صحيح مسلم، هذه النسخة الجديدة، بودي أن المشاهد الكريم إذا يريد يتابعني ويتابعني على هذه النسخة. صحيح مسلم للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري متوفى 261 من الهجرة، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه
الشيخ مسلم بن محمود عثمان السلفي الأثري، قدم له وقرضه الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزحيلي المجلد الرابع دار الخير، ويقول طبعة محققة مقابلة مضبوطة مفصلة الأحاديث معزوة الأطراف مخرجة من الكتب الستة ومسند أحمد وصحيح ابن حبان وغيرها، إن لزم مع فهرس تفصيلي إلى آخره من النسخ الأساسية. نعم. لمن يريد أن يقتني هذه النسخة في المجلد الرابع صفحة 119 هناك مجموعة من الروايات. الحديث الأول وهو الرقم 2000 كتاب الفضائل، وهو الحديث 2194. الرواية هذه يقول الرواية أنه سمع عائشة تقول سمعت رسول الله يقول وهو بين ظهراني أصحابه إني على الحوض أنتظر من يرد علي منكم، ممن؟ من أصحابه، فوالله ليقتطعن دوني رجال، رجال ممن؟ من الصحابة، من الصحابة، فلا أقولن أي رب مني ومن أمتي، فيقول إنك لا تدري ما عملوا بعدك ما زالوا يرجعون على أعقابهم، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، يعني رجعتم إلى الجاهلية. من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. هاي رواية. الرواية الثانية إني مع الناس فقال رسول الله، عن أم سلمة الرواية، فقال رسول الله إني لكم فرط على الحوض فإياي لا يأتين أحدكم فيذب عني كما يذب البعير الضال، فأقول فيما هذا؟ فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول ماذا؟ سحقا. إذن يوجد قوم من الصحابة أحدثوا ماذا؟ بعد رسول الله. وبعبارة أخرى بقوا على سنة رسول الله أو أحدثوا وانقلبوا وارتدوا على رسول الله ونكثوا البيعة كما قالت الآية المباركة. هذا نص آخر. نص ثالث وهو الحديث 2297. الرواية قال رسول الله أنا فرطكم على الحوض ولأنازعن أقواما ثم لأغلبن عليهم فأقول يا رب أصحابي أصحابي مو قليلين. نعم. لأنه هذا جمع أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا. نعم. بعدك، يعني كأن الملائكة يأخذونهم. بلي بلي ولا هس أقرأ الرواية إذا. نعم. المشاهد الكريم ينتظروني قليلا. نعم. انظروا إلى صحيح البخاري الجامع الصحيح للبخاري المكتبة السلفية، وهذه أشرنا إليه فيما سبق، في هناك في المجلد الرابع صفحة 206 هناك مجموعة من الروايات في هذا المجال، أنا أشير إلى بعض هذه الروايات. الرواية الأولى عن سعيد عن أبي سعيد الخدري، فأقول إنهم مني، بعد أختصر، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي. والروايات تقول إن أول من يغير سنتي رجل من بني أمية، وهذا بحثه إن شاء الله تعالى سيأتي. الرواية الثانية عن أبي هريرة كان يحدث أن رسول الله قال يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي فيجلون عن الحوض، فأقول يا ربي أصحابي، فيقول إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة. والغريب أنهم ينسبون إلى الشيعة أنهم يقولون بارتداد ماذا؟ الصحابة، الصحابة أو بارتداد بعض الصحابة. وهذا نص صريح من البخاري يقول أن بعض الصحابة ارتدوا على أدبارهم. نعم. القهقرة، وبتعبير القرآن الكريم انقلبتم على أعقابكم. رواية الأخرى وهي من أهم الروايات في هذا المجال، الرواية أيضا عن أبي هريرة عن النبي
يقول: بين أنا نائم فإذا زمرة، حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم في على الحوض، فقال: هلم. فقلت: أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: وما شأنهم؟ لماذا تأخذهم هؤلاء أصحابي؟ لماذا تأخذهم إلى النار؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقراء. إذن مو أنه يغفر لهم، وإنما يؤخذون إلى ماذا؟ صريح إلى النار صريح. هل سيخرجون بالشفاعة أو لا يخرجون؟ ذاك بحث آخر. يقولون أنهم لا، الصحابة كلهم مغفور لهم مغفور لهم، لا 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 أبدا، وإنما قوم منهم يؤخذون إلى ماذا؟ إلى النار. هاي الزمرة الأولى، تأتي زمرة ثانية، ثم إذا زمرة، يعني زمرة أخرى، حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم. هسا أنا الغريب أن الحافظ يقول قال المراد بالرجل الملك الموكل بذلك، وأنا لا أعلم أنه لماذا الرواية تعبر عن الملك بأنه ماذا؟ رجل. وإلا هسا هذا له بحث آخر الآن ما نريد أن أدخل فيه للمشاهد الكريم، يظهر أنه مو ملك، وإلا لو كان ملكا لقالت هذا القسيم قسيم الجنة. قسيم، وأحسنتم جزاكم الله خيرا. إن شاء الله سيأتي بحث هذه النقطة، وهو أنه يخرج رجل، من هو؟ الذي كان هو معيار الإيمان والنفاق في هذه الدنيا، سيكون هو قسيم الجنة والنار ماذا؟ في الأخرى. لماذا؟ لأن الدنيا مزرعة الآخرة، فإذا كان في الدنيا هو الفاروق، هو الميزان، هو الفاروق الأكبر بين الإيمان والنفاق، فكيف لا يكون في الآخرة هو القسيم بين الجنة والنار؟ يعرفون كلا بسيماهم. على أي الأحوال الرواية تقول خرج رجل، وأنا لا أعلم أن الرواية التي قرأها البخاري ماذا كانت اللي عبر عنها ماذا؟ رجل، واقعا كانت رجل، ولذا يضطر الحافظ بن حجر أن يقول ماذا؟ المراد بالرجل الملك الموكل بذلك. ملائكة ليسوا رجالا. ليسوا رجالا، أحسنتم جزاك الله خيرا. على أي الأحوال شوفوا هذا التلاعب، خلونا في محله. قال: ثم إذا زمرة، إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم، فقال: هلم. قلت: أين؟ قال: إلى النار والله. قسم أن هؤلاء مصيرهم ماذا؟ إلى النار. قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقراء فلا أراه. يعني هي تأتي زمرة بعد زمرة، زمرة بعد زمرة، يعني مو زمرة وزمرتين، لأنكم تعلمون أنه لا يمكن لأحد أن يدخل الجنة إلا أن يرد ماذا؟ إلا أن يرد وإن منكم إلا والد أو على الحوض. أحسنتم. إذا قلنا أنها مرتبطة بالحوض وبنار جهنم، إذن الجميع لابد ماذا؟ لمن يريد أن يدخل الجنة لابد أن ماذا؟ يمر أولا على، يمر على الحوض ويشرب ماذا؟ ويأخذ، لأنه قدحان بقدحان كثيرة. قال: فلا أراه يخلص منهم. ممن؟ الصحابة. من الصحابة الذين دنوا من الحوض وكادوا يردونه فصدوا عنه، فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. معجوزين. حتى الآن أنا لا أريد أن أفسر الهمل، أريد أن أذهب إلى ابن حجر العسقلاني ليفسر لي ما هو المراد من همل الذين يدخلون ماذا؟ الجنة. الذين يدخلون الجنة. هذه الكثرة. أحسنتم، الكثرة، لأنهم يحاولون أن يقولون قلة منهم يمنعون. لا، قلة منهم يدخلون ماذا؟ الجنة. ويردون الحوض فيدخلوا الجنة، وإلا أكثرهم ماذا؟ يدادون عن الحوض. هذا في ابن حجر فتح الباري، ابن حجر الأصفهاني فتح الباري في شرح صحيح البخاري المجلد 11 صفحة 578، هذه عبارته، ولا أطيل على المشاهد الكريم لأن الوقت انتهى. قال يعني في صفحة 578، قال يعني في جمل في ذيل: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، يعني من هؤلاء الذين دنوا من الحوض وكادوا يردونه فصدوا عنه. والهمل بفتحتين،
الإبل بلا راع. وقال الخطابي: الهمل ما لا يرعى ولا يستعمل. والمعنى أنه لا يرده منهم إلا القليل. أحسنت، لأنه الذي لا راعي له قليل بين الإبل التي لها رعاة. جزاك الله خيرا. والمعنى أنه لا يرده منهم إلا القليل، لأن الهمل في الإبل قليل بالنسبة لغيره. إذا لا يبقى يعني من هؤلاء، لا أحسنتم، لا يبقى من هؤلاء الصحابة الذين أحدثوا إلا همل. النعم. إذا بهذا اتضح لنا بأن هؤلاء الصحابة الذين أحدثوا وبدلوا وانقلبوا ونكثوا البيع قليلين أو ليسوا قليلين، لا أقل، لا أريد أن أقول أكثرهم، ولكن ليسوا ماذا؟ قليلين. ليسوا بقليلين. أحسن. لهذا يعبر يقول: لتغدرن بك الأمة، كأن الأكثر بناء على المهم أنه الآن أنا لا أريد أن أدخل في العدد، ولكنه بنحو الإجمال. أحسن. أنه ليسوا بقليلين. أحسنتم. إذا ظهر معنا بعض الاتصالات سمح الله. شكرا لكم. معنا الأخ أبو مرتضى من العراق. نعم تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة السلام الله. تفضلوا. العفو مولاي، في المداخلة أصح الشيوخ الأمويين يطلع برنامج على أحد القنوات بإيجاز. تفضلوا. نعم نعم. فنرجو منكم أن هذا البرنامج يكون ساعة ونص، ساعتين، لو ما ترجحنا. طيب جزاكم الله خير. جزاكم الله خيرا. يريد تمديد الوقت الأخ. نعم. الأخ نادر. الأخ نادر من العراق. تفضلوا. أخ نادر تفضل. عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. حياكم الله. بارك الله فيكم. حياكم الله. تفضل. إن شاء الله أود. نعم تفضل. أود إنه أشارك في هذا الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. طيب. فقد استدل به أحمد بن حنبل. نعم. الذي يعقل ابن تيمية عن عقائده وأحكامه. فقد ورد في طبقات الحنابلة الجزء الأول صفحة 320. نعم. عن محمد. نعم. بن منصور أنه قال: كنا عند أحمد بن حنبل. نعم. فقال له رجل: يا أبا عبد الله، ما تقول بهذا الحديث الذي يروى أن عليا قال: أنا قديم النار؟ فقال أحمد بن حنبل: وما تنكرون من هذا؟ أليس روينا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق؟ نعم. قلنا: بلى. قال: فأين المؤمن؟ قلنا: في الجنة. قال: وأين المنافق؟ قلنا: في النار. قال: نعم. فعلي قديم النار. أحسنتم. وأيضا هذا الحديث يرويه. نعم. جزاكم الله. أبي نعيم الأصبهاني. أحسنتم. أحسنتم. جزاكم الله خيرا. نعم. نعم. جزاكم الله خيرا على هذه المداخلة. أحسنتم. أجركم وقعهم الله على هذه المداخلة، وإن شاء الله أنا سأتي هذا الحديث. إن شاء الله. يعني إن شاء الله في أبحاث لاحقة سأتكلم على هذا الحديث. شكرا للأخ نادر. أيضا شكرا للأخ أبي مرتضى. معنا الأخ محمد من العراق. تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ورحمة الله أخي العزيز. طيب تفضلوا. نعم أخ محمد تفضلوا. شلون حالك شيخ؟ شلون حالك شيخ؟ حياكم الله. تفضلوا. تفضل أخي العزيز رجاء. نعم اطرحوا السؤال أخ محمد. تفضلوا. هذه سمعت، كانت طبعا أتمنى أن تكون علي برامج أكثر. جيد. إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. شكرا. شكرا لكم. شكرا للأخ محمد. شكرا على هذه المداخلة. أيضا قضية الوقت إن شاء الله تعالى هذه ترتبط بالأخ المخرج وبوقت سماحة السيد إذا تمت الأمور إن شاء الله. طيب نعم. إذن إذا ما أكو مداخلات أنا عندي بحثين أو بحث مختصر. نعم. فقط نعرف الوقت سماحة السيد، كم بقي لنا من الوقت؟ ثلاث دقائق تستطيع أن تذكر فيها شيء. جيد جدا. نعم أحسنتم. يعني فقط سماحة السيد أنبه الأخوة بأنه قد مرات يقولون: لماذا سماحة السيد لا يقبل؟ يعني بعض المداخلات لم يتحقق منها سماحة، يعني يذكر حديث وسماحة السيد لا يستطيع أن يقول نعم حتى يذكر المصدر، وهل هو قوي، هل هو ضعيف، هل هو ورد في سلسلة الحديث الصحيحة، هل ولذلك ترون أن سماحة السيد يعرض أحيانا عن بعض. ينبغي التثبت من أي حديث من سنده ومن دلالته وعرضه على الروايات الأخرى وعرضه على الآيات القرآنية لنقول أنه صحيح أو ليس بصحيح. أحسنتم. إذن في حدود أقل من دقيقة إذا عندكم تعليق سماحة. لا يوجد عندي تعليق، إلا أنه إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة سوف نقف بإذن الله تعالى عند المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة، يعني موقف ابن تيمية من حديث لا يحبك إلا مؤمن
سوف يتضح أنه يحاول أن يناقش في مضمون الحديث وأنه لا تعد هذه منقبة وفضيلة لعلي، وبعد ذلك يحاول حتى لو لم يستطع يحاول أن يشرك فيها الغير، وهذا الذي أشرنا إليه في مقدمة هذه الأفكار. إن شاء الله يأتي في الحلقة القادمة. شكرا لكم سمعتكم الله سيد كمال حدر، أيضا أشكر الأخوة والأخوات، وإلى اللقاء.